جماعة ازيكم؟ الحمد لله النهاردة احسن بكتير، حاسس ان انا فوقت شوية. انا لابس تمام وقررت ان انا هنزل الشارع الون لوحدي. مش من عادتي ان انا بحب انزل لوحدي اصلا، يعني مش فكرة حاجة، بس فكرة ان انا بحب انزل مع اصحابي عشان ما بحسش بملل وكده. بخرج بقعد في مكان، بس لازم يبقى معايا حد من صحابي وكده. بس للأسف مش هينفع أنزل مع حد، الوقاية خير من العلاج وكده يعني. بس وطبعا هلبس الماسك وهبقى واخد الإجراءات يعني الاحترازية بقى، اللي هو الماسك والكحول والكلام ده، عشان ما لو عندي المرض ما منقلوش لحد وكده. هو لسه طبعا أنا ما اتأكدش إذا كان عندي ولا لأ، انا لسه كل ده مستني نتيجة المسحة. بس بجد انا يعني بالنسبة لي انزل امشي لوحدي في الشارع، مش هقعد في مكان، انا اتمشى لوحدي بس ارحم بكتير من قعدة البيت المملة جدا جدا، والنت فاصل في حاجة زفت زفت قوي بجد. فهنزل وهتمشى كده حبة لوحدي، واه موضوع ممل طبعا، بس يعني ارحم ان انا قاعد بقالي يومين في البيت ما بعملش حاجة. بس فهنزل وهحاول يعني ما اختلطش بناس خالص، او بالنسبه لي صعب لان انا ممكن اروح اشتري حاجه مثلا من السوبر ماركت او من الكشك او كده، بس هحاول على قد ما اقدر ان انا ما اختلطش بناس. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. الموضوع يا جماعة طبيعي جدا، بس المشكلة ان انا مختار يوم غلط، يعني مختار يوم خميس بالذات، وحظي جه على يوم خميس والدنيا زحمة والناس كلها نازلة تخرج، فانا نزلت يوم خميس فالدنيا زحمة جدا يعني. بس قشطة يعني، الموضوع طبيعي جدا. بتجنب بس الناس وانا ماشي، ما بحاولش ان انا اقرب من حد خالص، بس قشطة يعني كله تمام. خلاص يا جماعة يعني احنا كده في طريق البيت، بقالي بالظبط كده ساعتين. ف خلاص يعني تعبت، مشيت شوية كتير، وبعد كده قعدت في مكان ريحت شوية وكده. بس ودلوقتي في طريق للبيت، بس لسه قدامي شوية عشان اوصل البيت وكده. الموضوع فرق معايا جدا يا جماعة، بدل ما انا قاعد في البيت وزهق بقى وتعب كده، لا حاسس ان انا فكيت شويه، جسمي فك شويه من ما نزلت ومشيت وكده. فلا الموضوع بجد بيفرق جامد. ف يعني قشطه، تجربه لذيذه ان انا وانا تعبان انزل واتمشى وكده يعني لمده ساعتين او ايا كان المده يعني عامه، بس هي الفكره في التجربه نفسها. فلا الموضوع لذيذ بجد، اتبسطت يعني مع اني لوحدي وما بعملش اي حاجه غير ان انا بتمشى بس. بس لا الموضوع جميل يعني. جماعه واخيرا رجعت، بعد ما رجعت البيت خلاص كده دخلت في العزل تاني. عايز اقول لكم بقى حاجه، اننا ننزل نتمشى لوحدنا او نخرج لوحدنا موضوع مش وحش على فكره، بالعكس حاجه جميله جدا. مش ده معناه ان انت دايما خليك كده لا، بس ان انت تجرب تعمل ده كل فتره على الاقل يعني، فالموضوع حلو. انك تفصل كده عن العالم عن الناس، انت بتبقى موجود بس انا اقصد تفصل عن صحابك مثلا او عن الناس اللي حواليك، تنزل لوحدك تتمشى بقى، تخرج لوحدك تبسط نفسك بمعنى اصح مع نفسك ولوحدك، دي حاجة حلوة على فكرة.
ما تخليش انبساطك وسعادتك مبنية على حد. ممكن انت تبقى لوحدك وتعرف تنبسط اكتر من لما تكون مع اصحابك او مع ناس او كده. بس ف ربنا يسعدكم دايما. وكده نكون خلصنا الفلوج بتاع النهاردة. استنوني في الفلوجات الجاية حد ما خيف، هتلاقوا فلوجات صغيرة كده من البيت في تفاصيل كده عن حاجات بسيطة. استنوا بقى الفلوجات بقى الجاية، وإن شاء الله أخف وهننزل نخرج بقى ونعمل فلوجات جامدة جدا جدا نكسر الدنيا. متنساش تعملي سبسكرايب للشانل، لايك وكومنت، ولو عايز تبعنا على الانستجرام بقى هتلاقي الانستجرام في الديسكريبشن بوكس تحت. وبس كده، والسلام عليكم.